حتى نتحاور حول قانون حيوي، بس لابد من اخواننا من بعض التوضيحات اللي علينا احنا يوم نتحاور مع بعض نعرف شو حدود القوانين. هل احنا ممكن نحاول شركات شيء هو مش من اختصاصه، اختصاص قانون اخر. فهذا اللي انا كنت بعيد عشان ما اللي بتحكي فيه لا بشاركك فيه كله زين، لكن احنا يعني من سنتين بلش يعني خلينا نعطيكم فكره يا اخوان. احنا كانت في كثير من الاحيان يروح اي شخص او راس مال تجاري او سجل تجاري مؤسسه فرديه او شركه في اليوم، وكان يستطيع ان يروح على اي بنك يفتح حساب ويزاول المهنه بدون اي تركيز اصلا لانه ما كان في رقابه نهائيه. جديد صار اليوم ارتباط مثلا احيانا بحكي كورق تجاره او كانت ورق صناعه مع اللي هي شبكه حكوميه، اصبح لا تستطيع اي مؤسسه حكوميه تاتي اي ترخيص الا يمشي ضمن سيستم معين. هذا صار حكي بس من سنه ونص سنتين. يعني اليوم اللي بده يرخص بده يروح على غرفه التجاره، من غرفه التجاره بده يروح على اللي هي رخصه المهن وهي منظمه الاساس انها فقط امانه عمان. ليس هناك اي جهه اخرى منظمه. بقدر انا اعمل شهاده عند وزاره التجاره عامه، بروح على غرفه التجاره بدفع مثلا على زكاه راس مالي بدفع 20 ليره 30 ليره وباخذ شهاده الغرفه وبروح على الامانه وبسجل وباخذ وبزاول. الان اللي احنا بنحكي فيه سيدي وانا بشاركك انه في قوانين بس في اليوم احنا الجهه الوحيده اللي بتراقب على الاعمال وخاصه احنا بنحكي اليوم على شغل التجاري والخدمي. عندنا مشكله الان في القطاع الخدمي اللي كثير من الناس عم بيمارسوا او بيزاولوا المهن تبعتهم من بيتهم شو راح تصير بالمره. واحداهم امبارح كانت عندنا احد الشركات الكبيره التي تدعي انها شركه كبيره في القطاع الاي تو جي يعرضوا علينا خدمه كبيره. مين كان معنا؟ خالد سعيد اللي هي موبايل شو اسمه ابلكيشنز، بيعرضوا علينا شيء بقول له حضرتكم زميلي لنا قبل مسجل لنا قبل لا قال وين مسجل؟ قال وزاره الصناعه والتجاره. قال له كيف؟ قال له انا اشتغل من البيت، عم بيشتغل مهين. فهذا الحكي يعني اليوم لما يجي انا بوقع مواعقد انا مش بعرفش يعني انك كمؤسسه رسميه لازم يكون عنده رخصه مهن لازم يكون لها. وهذا احنا 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 متفقين معك انه في قوانين اخرى بالطبع، لكن احنا دور وزاره الصناعه والتجاره احنا مرجعيتنا احنا بنعتبرها وزاره الصناعه والتجاره. وفي كثير من المهن معلمين ليس لها علاقه باي مؤسسه اخرى. والان يعني زي ما انا ذكرت انه فقط امانه عمان، امانه عمان بدها تلحق عميل مين؟ فالان يعني انت لما بتقول لي انا لازم اقيم اللي امانه، انا مضبوط انا بقيم وانا بعرف ان هذا الزلمه بيسوى مثلا بقدر ابيعه ب 10,000 20 بس بعرف شو بشتغل مع غيري يا عمان. وهذا اللي صار في الفتره الاخيره فترة يعني عملت ارباك كبير معالي. وليش؟ في حدا بالعالم دوله بالعالم تقدر تعرف لواحد زي هيك شو تسوي في قانون ينظم هذه العملية تقول له كيف؟ لا اسمع يا سيدي في بالعالم انت على زي زي لا لا معلش هلا انا بيجي شركة أجنبية أو محلية بده يسجل شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها مليون دينار شو لازم يسوي؟ يدفع 50% في البنك صح؟ أنا ضمنت إنه دفع 50% في البنك ويسحبهم ثاني يوم يسحبهم ثاني يوم معلش معلش لو سحبهم معلش بس لو سحبهم هناك على الاقل دخل 500,000 دينار. هلا لو صار عليه اي مسار واحد هذا بده يعرف وين وقت المصاري هذول مضبوط من خلال مراقبه الشركات او من خلال تعييره وتوصل بيقول له 500,000 دينار وين تصرف فيهم. لكن لما تيجي انت اليوم شركه وخلينا نكون نحكي بصراحه مو عشان نعالج مشاكل يعني احنا بتجينا شركه زي اللي ذكرها اخي ابو باسل وهي احنا بنرجعها كليتنا اليوم. تجينا ثاني يوم بنراجع اللي راحت صفت اعمالها وعملت افلاس. وهي راس مالها 100,000 شو لقينا له ولا شيء؟ لقينا شيء مسجل بمليون دافع 100,000 وبس فمعنيك احنا انتم احنا معلش احنا بدنا نكون في بعض الضوابط فقط انا بعرف يعني بدنا احنا نكون في بعض الضوابط لانه الوضع اللي موجود حالي في السوق الوضع اللي احنا شايفينه ما بدنا يعني يكون التسهيل عباره عن ثغرات دخول لشغلات فقط. اذا سمحتوا لي هذا الموضوع يعني الجدل فيه كبير وتناشرت من وقتنا يعني خليني انا اتجاوزه. اذا في اي مقترح ما بتعارض مع القانون
القاموس وممكن نفيدكم فيه احنا على استعجال. نضيفه للقانون ونكون كثير سعيدين انه نخدمكم. اي مقترح عندكم بتحسوا انه هذا بيخدمكم ما بتعارض مع القانون، يعني احنا بنكون كثير مبسوطين انه نضيفه، لانه بنعمل يعني امام سكيورتي اكثر للاقتصاد. بس يعني هو الموضوع يعني خلينا احكي لك مش سهل وضغطه مش سهل، لانه يعني هذا بيتعلق يعني خليني بس انا اجيب ابسط مثال عشان اريحكم اذا بتسمحوا لي من النقاش. زي الشركه زي الشخص الطبيعي بتتعامل مع البنك بيعطوها دفتر شيكات، لو راح وقع شكل 50 شركه شو بده يعمل البنك؟ وبعدين طلع ولا واحد فيه رصيد. يعني هي الامور بس طبعا يعني اي شيء بيهمنا احنا عندنا الشفافيه على الويب سايت على موقع دائره مراقبه الشركات ببين اسماء الشركاء، هذا يمكن كثير بفيدكم. اذا واحد بدكم تتعاملوا معه بتقدر ترجع على موقع الدائره اسماء الاشخاص راس مالها عنوانها عمرها وضعها عليها حجز ما عليهاش حجز، يعني هذا يمكن كثير بفيدكم بخفف الريسك. واي شيء ثاني انتم بتلاقوا مناسب احنا حاضرين. شكرا شكرا. السلام عليكم. ناصر زراق وعميل سلام عليكم ثلاث سيارات تجارة قصيرة. سيدي احنا نخضع كلنا لقانون وزارة الصناعة والتجارة، وعدنا انه قانون وزارة الصناعة والتجارة الأردن كامل مش بس عمان العاصمة، الأردن بكل محافظاتنا. للأسف احنا بنشوف الآن شركات بتقوم في الزرقاء في اربد في الرمتة بالمفرق لأشخاص معينين من مؤسسات او من شركات هدفها انها تعمل كرت استيراد وتدخل الى المناطق الحره والمناطق الجمركيه بيجبركوا سيارات وقطع سيارات على اسمائهم، وغالبا يعني انه بتكون هذه الشركات باسماء اما رجال تتعدى اعمارهم 80 عام او نساء اختيارات وبياخذوا تفاويض منهم وبيقوم باستيراد السيارات مقابل 50 دينار و100 دينار السيارة، ولا يخضعوا يتهربوا من الضريبة، والشركات الملتزمة تدفع ضريبة، ضريبة دخل، ضريبة مبيعات. شو دور مراقبة الشركات في هذه بالنسبة لهذول الشركات؟ وهل الإخوان في المكتب اللي قدم هذه الاستشارات وضع مشروع في ضمن المشروع هذا انه ممكن العمل على الحد من هذه الظاهره؟ سمعت لي جوابك، يعني يمكن هذا العلاج دخل براقه الشركات، بس انا في وقت من الاوقات كنت رئيس قسم الاستيراد وعندي فكره عن الموضوع هذا. الموضوع عندي عمره اكثر من 20 سنه. زي ما بدور على اشخاص ما فيش اسمائهم شيء، عشان اذا حبت الحكومه تحجزها ما تلاقي شيء. بيجي بيسجل شركه او مؤسسه فرديه بغض النظر بطلع رخصه مهام بيعمل بطاقه مستورد. هلا يعني احنا صحيح تعاملنا من فتره احنا بندخل من المبيعات، هلا ما حدا بيقدر يعمل بطاقه مستورد، لازم يحط كفاله بنكيه 10000 دينار اجراءات جديده. زمان كنا نصدر البطاقه لمده 3 سنوات، هلا صارت تصدر سنويه. صرنا مربوطين مباشره مع دائره الجمارك وضريبه الدخل والمبيعات. اذا في اي وقت من الاوقات ما دفعت اعطونا نحجز عليهم، يعني ما عدنا تركين الهامش تبع خليتيش او اسميه انفلات يعني تبع الاريحيه، الا انه بالنهايه في ناس بتقدر تتحايل على القانون زي ما حكيت موجوده. بس هلا احنا على قليله حطينا كفاله كبيره، وهاي يعني خلينا اقول لك بنظام، يعني انت لما تطلب 10000 دينار في البنك ما هم رايحين هناك عشان يدفعوا 50 دينار. فيعني هاي هلا بتخيل انها يعني تقريبا عم تنخفض شوي شوي، وان شاء الله يجي يوم يعني وتكون نتيجه. حجم الاستيراد يا سيدي اظن انت بتحكي 10000 دينار. في بعض البضائع من السيارات وقطع السيارات خلال اسبوع 10000 دينار بكون ما خلصت ورجعوا لجيبته. فيعني ال 10000 دينار اصلا مش رادع له. يعني انا بقدر يعني اسمح لي هلا انا بقدر اجي لواحد اقول له انت
هاي شباكتك اللي بعد اسبوع خلص عليها وطلع. ليش ما يكونش في تعاون مع النقابات؟ تسكين الله يمسكم بالخير مره ثانيه. يعني احنا للاسف بالاونه الاخيره شفنا ان الحكومه باتجاه عم تخدم باتجاه تعديل القوانين ربط بتسهيل منح وقروض من دول. نتمنى على الحكومه انه يكون التعديل على قانون الشركات هو لتسهيل بيئه الاعمال وليس لتسهيل قروض ممنوحه للأردن. موضوع تقارير التنافسيه ابو حيدر ذكرته، هاي لا تعبر عن الوضع الحقيقي، تعبر عن المزاج العام، لانه 500 شخص اللي عم يشتركوا فيها، لذلك ما لازم تكون هي موضوع مقلق لنا كقطاع خاص او للحكومه. اللي مقلق اكثر ندرس بيئه العمل على ارض الواقع ونتعامل معاها بالشكل المضبوط. موضوع اللغه الرسميه اخي نضال الله يمسيك بالخير، احنا بنعتز فيك. موضوع اللغه العربيه احنا كمان عرب وبنعتز بلغتنا العربيه، لكن في ظروف خاصه لازم تتكيف معها وتطلع تعطيه باللغه الانجليزيه. احنا اللغه الانجليزيه اليوم لغه العالم، اللغه الثانيه لاي دوله في العالم اذا انت بدك تمارس العمل بشكل صحيح. شو اللي بمنع انه يكونوا النماذج عربي انجليزي؟ واللي بده يطلب، احنا قاعدين بنسوق استثماراتنا بالعالم برا لاجانب ما بينطقوا اللغه العربيه، شو المشكله انه يكون لغتين عربي انجليزي؟ واللي بده بالانجليزي بعده اياه بالانجليزي، ما بدنا اياك تترجم. انا لما باخذ وثيقه من عندك وراح اترجمها، المترجم انا بترجم له اياها، لانه هو ما بترجم مصطلحات اقتصاديه، انا بترجم له اياها بتاكد من الترجمه وبيعطيني ختمه عليها. لذلك انتم اعملوها. الامر الاخير وانا انهي، موضوع الربط مع ضريبه الدخل، دائره ضريبه الدخل. اليوم في شركات، اليوم عندنا مشكله للشركات الغير عامله، انا شخصيا عندي شركات بهالزمانات مسجلها، اقسم بالله ما بعرف عنها الا لما بدوا يحجزوا علينا عن طريق البنوك. انا بتمنى انه انتم مع دائره ضريبه الدخل القيود عندكم، اتصلوا فينا قبل اسالوا انه احنا عاملين ولا لا، بدنا نصفي او لا، حذرونا انه اذا ما صفيت خلال جريس بيريود يعطيني فتره سماح انا دائره الضريبه راح تحجز عليك او تدفعك. اما انا استقبل حجوزات وياخذوا يحجزوا من فلوسنا والبنوك تورد لهم على شركات غير قائمه، اعتقد انه هذا ظلم. شكرا لك. انا بس خليني يعني مش راح اجاوبك على كل الاسئله لانه في اسئله يعني بخصوص المنح وترتيبنا التنافسي وهاي يعني. بس بالنسبه للضريبه احنا صحيح الضريبه عم نتصل تليفونات، بس يمكن زي ما انت حكيت في شركات انت مسجلها من فتره طويله يمكن الارقام تغيرت او مش موجود الرقم، فالرقم مش موجود يعني ممكن ما بيقدروا يتصلوا فيه. بس احنا فعلا بنتصل مع الكل قبل ما نعمل اي اجراء الا اللي ما بنلاقي له تليفون. بس يعني انا بتمنى اذا يعني انتم كقطاع تجاره مش غلط انكم تعلنوا هلا احنا على موقع الدائره الانترنت انه يا اعضائنا يا اذا اي واحد بشيك بشوف اذا مسجل باسم الشركه، يعني يمكن هو اولى يعرف اذا مسجل شركه او لا، هو يشيك على اسمه ويشوف. يعني اما اذا في التليفون باكد لك انه احنا بنتصل قبل ما نعمل اي اجراء. بس في شغله لو اسالني واحد انه يحكي شركه نسيع زي ما بحكي الاخ ابو حيدر نسيع على السريع، بقول لك من حوالي 8 سنين 9 سنين رايح مراقب الشركات مشان يصفي الشركه ويلغيها، قايل له روح جيب لي ميزانيات بتدقق حسابات عن 7 سنين 8 سنين، طب ما هي ملغي ولا تعمل. تفضلوا بعدين اذا لك شباب او لا خلص شكرا. بس مشان يعني لا خليني الله خلص اسمح تفضل تفضل جاوب. بالنسبه يعني كلنا بدنا نعرف انت مسجلت شركه قبل سنه 7 سنوات وجيت تقول لي ما اشتغلتش، يعني خلص انا اذا كل واحد بيجي يقول لي ما اشتغلتش وانا الاخوات مع السلامه، طبعا بدي اتاكد. لا ما اقصدش انت جايب الاثبات مش انا شو بحكي شو الاثبات جايب الاثبات، لا اشتغلت لا عنده رخصه مهن ولا عنده شيء من 7 سنين 8 سنين، هاي موجود حالات عندنا موجوده هون بالغرفه،
من 7 سنين الشخص هذا او توفى والده وتوفى اخوه الى اخره وقفوا عمل الشركه هاي. صح. ما راح وزاره صناعه التجاره لاخوها زي ما قلت. هلا الان مكتوب في شركه غير عامله راح مدقق حسابات قال له بدك تجيب لي ميزانيات لسبع ثمان سنوات وحتى ميزانيات وهميه. قال له يا عم اشتغل. قال له اكتب صفر 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 بس جيب لي اياها مصدقه وتعال. بس مش وهميه. هذاك طلب منه يعني كانه زي واحد حكى حاله. عرفت يا معلي؟ هذا بدي احكي ضدك. هذا احكي اسمع هون بس علق عليها. تفضل سيدي. هاي هي تتناسب مع سؤالك الاولاني. ليش نترك الناس يقيموا لهم ديون على الغير وعن طريق؟ هلا مراقب الشركات بده يتاكد من البيانات الماليه للشركه اللي مدقق الحسابات المسؤول عن تدقيق بياناتها الموجوده انه ما في حقوق للغير على هذه الشركه. وهذا يتناسب مع فلسفه سؤالكم الاولاني على ديون الاسئله. هو اصلا انت عم تطالب بشيء غير موجود يعني. لا ما تعرف يعني بدك تقول بعد غير. معليك انا فتحت ملف لرحمه والدي بعد ما مات 30 سنه بضريبة الدخل مشان اسكر قيوده واسكر قيود حجز على والدنا 113 مليار. هل هذه مش قوانين عمال في عمال مش عمال مش المدقق سكرات ولا مدقق سكرات. انا بشرح لك اصلا يعني في شيء اصلا مش موجود. انت قاعد بتسال على نفسك. انا بيجيني كثير شركات بقدم لي انه ما اشتغلش بقدم لي ميزانيات وبعد فتره بيجيني عليها شكاوي انه ارصد في البنوك وفي عليها قضايا عماليه. انا لما بطلب منه بيانات ماليه زي ما حكى معالي بحافظ لك على حقوقك. انا ما بطلب منه ميزانيه وهميه بقول ما اشتغلتش بقدمها بوقع عليها. اذا ظهر لاحقا خلاف ذلك هذيك الساعه بالضبط اتعامل معه انه هو مسؤول اتجاه الخير بقيمه راس مال 5000 او 2000 ببدا عليه بامواله الشخصيه. احنا اذا احنا كويسين ما بنسكن الملفين. قلت انا عندي يوميا شركات بتقدم لي بيانات ماليه انها ما مارست اي نشاط وبظهر لي لاحقا انه مارست انشطه وان بيجيني بعد فتره جاب لي اوراق وميزانيات دائما بطلب منه انه ما مارس اي نشاط وبعدين بيجي بقدم لي والله في 20,000 في البنك هذول انا مستحقهم ما كنتش عارف عنهم. هذا اللي بحكي لك اياه يوميا يوميا بصير عندي. بس شكرا. لو سمحت في مشكلة بتحصل في بعض الشركات بعد مرور 20-30 سنة انه بعض المساهمين بصير قصصهم كثير قليلة بسبب زيادات رأس المال او بسبب تعال بتصفي انه مثلا في عندنا هلا 10 مساهمين قصتهم ما بتتجاوز 0.5% وبعدين هذا في منهم بتوفى في منهم بيكون عايش برا البلد ما بنقدر نتواصل معه ونعرف كيف نأهلهم. كيف ممكن نحل هاي المشكلة إذا مثلا مجموعة من المساهمين لا تشكل حصتهم 1% أو 0.5% بشركات مساهمة محدودة المسؤولية؟ يعني كيف حصلت إنه ضلوا مساهمين؟ إذا لهم أي حقوق بدك تضل محافظ لهم على حقوقهم ما راح يأثروا على عمل الشركة. أنت القانون اللي بتوجب عليك بدك تعمله يعني آخر عنوان إنهم موجود يوم أي اجتماع بدك تعطيهم إنهم أرباح بدك تحتفظ فيها وتحافظ عليها هاي تكون أمانة عندك عمل ما يظهر يعني زي ما قلت صار مساهمين هذول صغار مساهمين بدك تحميهم بالنهايه يعني بتحميهم القانون لازم تحافظ على حقوقهم. تفضل سيدنا نشيد الماده 192 بصفحه 116. عندنا ثقافه خاطئه بخصوص مدقق الحسابات. والد ضمن التعديلات لا يجوز إعادة انتخاب المكتب القديم مرة أخرى. الشخص المجاز هو الشخص الطبيعي ما ليس المكتب. يتم الخلط بين مدقق الحسابات والمجاز وهو الشخص الطبيعي والمكاتب التي تؤسس بأسماء متنوعة أو أخرى كمدقق حسابات. إنه تتعامل القانون مع مدقق الحسابات الطبيعي المجاز. حتى في التعديلات المطروحة في المادة 192 صفحة 116 إخواننا القانونيين بكتبوا لا يجوز إعادة انتخاب المكتب القديم مرة أخرى المفروض المدقق السابق. أنا بدي أجاوبك. قانون الأردن ما سمح للسلاشين مش قانون المعايير الدولية أنا أحكي لك فيها بصراحة. هي هذه يعني وجهتين نظر. في ناس بقول لك المدقق صاحب الرخصة نفسه من إيه إي إن واي إرنست يعني
ما بيصيرش اكثر من سنتين لثلاث سنوات لازم يكون مقدم. في كل الاحوال يمكن المدقق الحسابات نفس المكتب الاي ان واي مثلا بدفع اكثر من 7 سنين. انا هون في خلاف. هلا انت لما تحكي عن البنك العربي ومراكز القانونيه وعمليات كبيره تختلف عن شركه محدوده المسؤوليه نطاقها يمكن صغير جدا. انا يمكن تكون انت متساهل بعرف يعني في مدرستين بقول لك ممكن تكون متساهل مع البنك العربي لانه تصير علاقه والعلاقه بينك وبين مدقق الحسابات غير عن اي واحد ممكن يدقق حسابات شركه محدوده المسؤوليه وتكون محدوده. هي صراحه هذا الالتزام في الافرج الموجود في كل دليل الحوكمه في العالم والمعايير الاي اس اي مش معايير المحاسبه اللي ما تنساش مش معايير اللي بتحسبنا هي المعايير اللي بتحكمها هم مش الشركات عندهم معايير كثير اصعب من هذه المعايير صراحه وهذا قاعد بيخلق تنافس اكثر اذا بدك تحكي من ناحيه التنافس بين المدققين وجوده اكثر صراحه وعدم اقتراب مصالح. احنا بنعرف في حالات كثيره ما بنحكي عن برا كمان الانرون وغيرها وكل الشركات اللي صارت فيها مشاكل، المشاكل الاساسيه كانت مع المانجر صراحه، هو اللي كان بيغطي اعمال مجالس الاداره، لو بدك تحكي عن حالات عمليه بدون ذكر اسامي شركات، معظم المشاكل اللي عالجتها هي مكافحه الفساد، لو كان هناك في رقابه حقيقيه من مدقق الحسابات ما صارت، خلينا نحكي بصراحه، فهي في لها داعي، ما بحكي لك اياها اجت من فراغ. سيدي العزيز انا فهمت سؤالك معلش بس انا بدي احكي لك انا ما بقدر تقول بحكي الشخص الطبيعي ولكن نسبه النجاح في امتحان مدققي حسابات الاردن 6%. معنى ذلك لما يكون مكتب تدقيق بده يجيني الهاوي ولا الراسب انا بدي يجيني الشخص المجاز صاحب الخبره اللي تفضلته لتجنب السلبيه. اذا سمحت بس بدي اوضح شغله قانونيه. هلا يمكن انا بنظري كلمه مكتب هلا بدنا نرجع في قوانين ذات علاقه. قانون جمعيه مدققي الحسابات بيحكي انه اعضاء الجمعيه هم اشخاص طبيعيين. فهي يعني خلينا نحكي المدقق يعني هي بجوز الكتابه مش يعني لانه لا قانونيا لا يجوز حسب قانون جمعيه مدققي الحسابات حسب الحين تعديل يعني زي ما قلت لك انه انتخاب مدقق حسابات يعني كلمه مكتب لا هو شخص طبيعي بقانون جمعيه مدققي الحسابات. اما يعني اللي شرح الدكتور انجازي هو شرح صحيح هو كان عم يشرح يعني الهدف يعني الهدف يعني انا درست كل اللي كتبه وكان الهدف من الهاد اللي هي هلا موجوده هي حوكمه الشركات. انا لانه كلنا بنعرف مدقق الحسابات هو وكيل المساهمين اللي يجب ان يكون شخص حيادي مش مع الاداره ولا مع المساهمين فانه يعني قديش ومؤهل ومجاز يعني ما بتعرف تنصف بس انت بتحكي على شغله لغويه فوق هدول يكون عنده ضمير والضمير مو هلا انا انت بتشوف اللي بيصير كل سنه بيطلع بس هو اللي بيصير بسرعه 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 ينطبق عليها عن غرم الصناعة والتجارة ينطبق عليها ما ينطبق في قانون الشركات من ناحية المدقق لو مثلا سنتين أو ثلاثة سواء. يعني هذا ما انطبقش عليه قانون الشركات 100% انطبق عليها قانونها. على الجمعيات. على الجمعيات. أجاوبك صراحة أجاوبك مش على غرفة الصناعة فقط. غرفة الصناعة يحكمها قانونها إذا كان في هذا النص تكون في هذا النص. انا بحكي لك هي معايير دوليه الان احنا ليش هو بيصير الزاميه على التسجيل نفسه المعايير المحاسبه الدوليه الاي اف سي وغيرها تبعها كلهم موجودين الان الريكوايرمنت اصلا هو نفسه متعاقب سواء من جمعيته وحتى على مستوى عالي فهو الان كشركه الشركه صراحه هلا بنحكي بشكل اساسي بنحكي عن فورد هي ماي وغيرها وكذا احنا بنحكي عن الشركات كلها انا ما اتعاقب مع شركات ولا اتعاقب مع الشركات فهل الجواب لك صراحه المنظومه التشريعيه اللي بتحكم هذول المدققين هي بتحاسبهم اكثر من الصناعه بس حتى من الصناعه الجود براكتسز لو ما كانت موجوده بالنص لازم تتعامل على الاساس مش معقول مدقق ينظم معك 20 سنه هذا لا يطبق على المحامي على فكره وصح انه لا يطبق على المحامي لانه في فرق بين تدقيق الحسابات وبين المستشار القانوني
بس احنا طبعا قانون نقابتنا يمكن اللي بيحكم تصرفاتنا قبل ان يعين. سطر واحد سطر واحد سطر واحد. خلاص يا من اتفضل ابو العبيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اشكركم جميعا اصحاب المعالي والطوف والسعاده، وشكر خاص للاخ عمر على الجهد والعمل، وسعاده ابو حيدر على الاقل نشوف بعض، ومن الصعب ان نشوف بعض نحن نلاقي هيك المناسبات، وحتى نداعب شويه ونلطف الجو، نبارك للقطاع التجاري بتخفيض الرسوم على بعض السلع. ولكن نفس الوقت نعزي بعض الصناعات من الادب والرسالة ونعزي وزير الماليه بانخفاض الايرادات لديه. بطل كذا. يعني هو هي ما فيها مخسر، انا بتوقع انه تزيد ايرادات طبعا الافكار الاكثريه يجي بدون رسوم اصلا، فهلا اذا بيجي 8% احسن من 6%. بلاش ندخلوا مشكله بس خلونا بخلون الشركات. احنا حطينا نعرفكم يعني حتى تخرجوا من جو الشركات. لو عرفتك تبلشنا ببعض وتكسر قانون الشركات، يعني انا لست مختص قانون الشركات، لكن صعب انك تصدر تشريع يكون هذا التشريع يضمن كل شيء. انت تضع قواعد عامه، والقواعد العامه تسير عليها الناس، وكلما كانت سهله كلما كانت افضل. أنا أول ما اطلعت على القانون اليوم اطلعت عليه، أول عيب فيه أن هذا القانون حوالي 300 مادة غير المواد المقترحة. هذا كثير للأمانة. يعني إذا أخوي الدكتور عمر يختزلهم ب 200 مادة والله يعني. 300 مادة كثير. 100 أنا بحب أقول لكم أنه في 50 مادة من الشركات المسؤولة عن انتقلت وتم الموافقة عليها لهذه الأوراق المادة. ممتاز. في 40 مادة تم لانه كل ما كانت تشريعات بسيطه وسهله تحسن وضعنا في المركز الدولي للامان، وكلما كانت شفافه كلما كانت اسهل. لا يمكن تقدر تقول بدي اسجل شركه والله انا 5000 ريال. ام ال 5000 ام المليون نفس الشيء.